إذا هناخد المثال اللي موجود في الكتاب، في عندي function. function هاي it's a function of x وهاي f of x. و f of x هي عبارة عن upside down parabola. طبعاً في الحياة بقعية ما نكونش عارفين الفانكشن، بس إحنا هون بدنا نشتغل فيها. إحنا عارفين بس راح نظاهر إنه مش عارفين كيف نحلها. هاي الفانكشن عندنا. ليش هاي بعرفها inverted parabola؟ المعامل x square minus. وبعدين بتمر في نقطتين هذول اللي هم الروتس. مظبوط؟ هل الروتس تبعت هذه real؟ real roots. قديش الروتس تبعت هاي الفانكشن؟ zero. لو حطيت zero راح تعطيني zero، مش هيك؟ إذن هاي هذه zero. والثاني راح يكون على فكرة 15، لأنه 15 في 15 ناقص 15 في 15 راح تعطيني 0، فهذه 15. هذا رقم اخترناه بسهولة عشان نستعمل 4 bits. هلا مش شرط يكون الجينز باينري. هلا الفكرة الأساسية عندنا احنا بدنا نعرف كروموسوم وبدنا نعرف جينز. طبعا احنا هون مبسطينها أكثر بكثير من الواقع اللي موجود في الأشياء الحية. مبسط جدا، هذا راح نسميه كروموسوم. وقديش الإنسان فيه؟ كم pair of chromosomes في الإنسان؟ مين بتذكر؟ 46 بس 23 pairs 46 كروموسوم، والكروموسوم عليه عدد هائل جدا من الجينز. احنا راح نفترض، راح نبسط جدا هلا هون، راح نفترض انه عندي اربع جينز. جينز اللي نكتبها مش زي البنطلون، جينز. إذا عندي كروموسوم وفي داخله جينز، وبكان تحط العدد اللي بدك اياه من الجينز. هلا بشكل عام في الجينيتيك او حتى بكل الارتفيشال انتليجنس ما في رولز، يعني هارد رولز. انت بامكانك احيانا تغير شوي الالجوريثم، تغير الطريقه، بس احنا هون اخذنا طريقه ورح نشتغل عليها. هذا عندي هون طبعا فيلو ماكسيمم. هلا السؤال انه ايش الفاليو اوف اكس ذات ماكسمايزز اف اوف اكس. هلا على فكره لو انتم ما بتعرفوش كالكولس مش سهل انكم تحلوها. مظبوط؟ لو بتعرفوا هاي. طب الكالكاس كيف بتحلوها هاي؟ نشتق. مش هيك الكل متذكر كيف يشتق؟ اكيد كل حد، في حد ناسي كيف يشتق او يطلع الماكسيمم. نشتق اف اوف اكس دي اكس، مش هيك؟ او دي اف اوف اكس، نشتق اف اوف اكس بالنسبه لاكس وبنساويها لزيرو. المشتقه هون شو بتساوي عند النقطه هاي؟ 7.5 طبعا، زيرو، مش هيك؟ فتطلع 7.5 من السيمتري، واضحه. لكن احنا ظاهرين ما بنعرفش، ولا بنعرف نعمل راندوم سيرش. في طريقه ثانيه كمان تعملوا راندوم سيرش. مين حل سؤال في بداية الفصل؟ حلو، جاب لي اياه، اعطاني اياه. تعمل راندوم سيرش، بقدر اعمل راندوم سيرش واصير اتحرك، اصير اكبر اكس واصغرها واشوف اذا كبرت معناها بمشي بحافظ على هذا الحل، فبرد بغير. فاذا وجدت انها كبرت اكس، كبرت اف اوف اكس، شو برد بعمل باكس؟ بغيرها بغيرها بغيرها، بلاقي انه عماله بزيد. في اللحظة اللي بلاقي عمالها بتصغر ردت رجعت، بعرف اني لازم ارجع، ممكن اصغر ستيب. هذا اسمه راندوم سيرش، وان ستيب راندوم سيرش. ايش مشكلته هذا الوان ستيب راندوم سيرش؟ طويل طويل، لا بقدر يعطيني، بقدر اصغرها. يعني على فكره انت بامكانك تحلها هون هاي بالراندوم سيرش تكنيكس، بالكونفنشنال تكنيكس. هذا اللي بدكم تركزوا عليه في المشروع. السؤال دائما اللي بينتقدوا الناس فيه الارتفيشال انتليجنس ميثود، طب ما انا بقدر احله بالكونفنشنال تكنيكس وبنحل معي وبيطلع جواب، ليش استخدم ارتفيشال؟ ماشي، واضح؟ هذا ممكن ينحل بالكونفنشنال ميثودز، لكنه باخذ فتره طويله جدا. هلا يا اما بكبر ستيب في البدايه، وبعدين لما اقترب مثلا بصغر ستيب. وطبعا السؤال كمان زي ما سال، كيف بعرف اني انا اقتربت وكيف بعرف اني انا وصلت؟ كمان هذه مشكله لازم افكر فيها، كيف بعرف اني انا وصلت الفاليو النهائي؟ وكيف بعرف اني انا ام نوت ترابت ان لوكال ماكسيمم؟ ماشي، واضح؟ فاهمين هاي الفكره؟ هاي مشكله كبيره في كل مشاكل الاوبتمايزيشن. شو بعرفني انه هاي الفانكشن انا بعرفهاش الفانكشن؟ احنا هون رسمناها لانه احنا عارفينها، عشان مثال هذا بندرسه، بس احنا مرات ممكن نيجي على فانكشن معينه ما اعرف شكلها ولا اعرف كيف هي مرسومه. بس في عندي طريقة أطلع، إذا عندي X أطلع F of X مثلا بطريقة معينة، أو عندي داتا. إذا بدنا نلاقي X that maximizes F of X. هذا هو السؤال. زي ما حكيت بقدر أحله بالطرق التقليدية. إذا عندي function هون سهل، إذا عندي function مباشر بقدر أحسبها. هلا هاي رح تصير هي الفتنس function. إذا في عندي حل X وكل value من X، هلا رح يصير عندي X1 X2 X3. هدول ايش نعتبرهم؟ هدول هم البوبيوليشن، individuals في البوبيوليشن. هدول قادرين يعملوا ميتنج مع بعض. وراح احاول اتجنب انا الميتنج اللي هو X2 مع X2. مش لاسباب اخلاقيه، بس لانه مش راح يفيدني شيء، ما راح يفيدني شيء. فاحنا راح نعمل X1 X2 X3 individuals.
هدول الانديفيدجوالز راح اعمل هلا هون بدي اطلع الفتنس تبعت كل واحد من هدول، فبقدر اطلع الفتنس تبعت كل واحد من هدول، وهذا الفتنس الرقم اللي بيطلع معي كبرسنتج بيمثل قديش احتمال بقاء هذا الانديفيدجوال في الانفايرمنت تبعه. فلما يوصل هو عمر الميتنج مثلا هذا راح يكون في نسبه اكبر من اكس 2 لانه اكس 2 مور فيت، واحتمال انه يكون احد البيرنتس اكس 2 اعلى بسبب الفتنس انها اعلى تبع اكس 2 لانه السرفايفر السرفايفر تبع اكس 2 احتماله اعلى من السرفايفر تبع اكس 1، بس مش معناه انه اكس 1 ما راح يعمل سرفايفر او اكس 3 مش راح يعمل سرفايفر. اذا احنا راح نحل المساله بهون. هلا احنا مختارين المساله هاي بسهوله بحيث انه اكس الفاليوز تبعتها من 0 ل 15. انتجرز اكس ل 15، عارف انا كنت استخدمت الترمينولوجي الغلط بس انتوا فاهمين شو المقصود. 0 ل 15 عندنا الفاليوز القيم تبعتها وهي انتجر. 0 ل 15 راح نعملها هلا باينري، فراح تصفي عندي من 0 0 0 الى 1 1 1 1. اذا هاي البدايه هون، هي صار عندي هدول الانديفيدجوالز. هلا احنا جاهزين هلا الكروس اوفر. تذكروا راح يصير عندي الكروس اوفر، راح اختار راح يصير في عندي قطعه. هلا في طبعا طرق مختلفه للكروس اوفر، هاي مش الطريقه الوحيده، بس ابسط طريقه احنا اخترناها هون انه يصير في عندي قطعه من هاد وقطعه من هاد، راح تنتقل القطعه هاي هون وترجع القطعه هاي هون محلها. فانا عمالي بعمل كروس اوفر بوينت وحده، انا ممكن اعمل تو كروس اوفر بوينتس اذا بدي اعقد الامور. فاهمين كيف يعني؟ يعني اذا عملت انا كروس اوفر بوينت وحده هون طبعا راح تكون نفسها هون لانه بده يضل نفس الكروموسوم طوله نفسه ما بصير يتغير، راح تكون هذه القطعه تتبدل مع هاي وهاي تتبدل مع هاي. لكن انا ممكن اختار اعمل تو كروس اوفر بوينتس، بس هون طبعا ما بيستاهلش لانه هم كلهم اربع جينات، بس لو عندي شريط طويل من الجينز ممكن اختار اني اعمل كروس اوفر بوينتس هون كروس اوفر بوينتس هون، واجي مثلا اختار اني ابدل هاي مع هاي وهاي مع هاي واخلي هدول زي ما هم. فالابن راح ياخذ الجينين هدول من هذا الاب والجين هاد والجين هاد من الاب الثاني مثلا، بس احنا راح نختار 1 كروس اوفر بوينت. زي ما حكيت هذه هون فيش هارد رولز، فيش رولز محدده، كل شخص او بروجرامر ممكن يعمل اللي بده اياه. 1 كروس اوفر بوينت راح ناخذ بالحاله، راح ناخذ بي سي بتساوي 70%، معناها احتمال التزاوج يعني كانها هاي العنوسه او عكس العنوسه 30% هي العنوسه، انه ما صارش في عندي ضل هذا نزل الكلون هذا نزل من جنريشن لجنريشن زي ما هو، بس 70% في احتمال انه يصير في عندنا تزاوج عشان يتغيروا. في ناس بيستعملوا واحد مثلا، والميوتيشن راح نستخدمه واحد بالالف. احتمال انه يصير عندي ميوتيشن يعني في جين معين راح اجي افتش على جين معين وهذا الجين راح ينقلب من 0 ل 1 بالحاله هاي، بس احنا طبعا في الجينات الحقيقيه الموضوع معقد اكثر بكثير. اذا احنا الان هلا هيك جاهزين، عندنا الفانكشن، نقدر الان نبدا نعمل بدنا نعمل جنريشن لبوبيليشن. مظبوط، نعمل جنريشن بوبيليشن. حتى اعمل جنريشن لبوبيليشن انا راح اختار انه سايز اوف ذا بوبيليشن بعرف ايش نسميه ان مثلا راح يكون 6 بامكانك تختار اللي بدك اياه. يعني انا راح افترض انه هاي المجموعه من السناجب او الفئران هذا في 6 منهم، وراح تضلها الجنريشنز تبعتي من جنريشن بعد جنريشن راح انتقل 6 يطلع منهم 6 جداد، بيطلع 6 جداد وبضل انتقل هيك، والمفروض بالنهايه من السته هدول يطلع معي واحد او اثنين يعطوني الاوبتيمال سوليوشن اللي هو راح استعمله. يعني الحل مش راح يكون السته كلهم هم الحل، واحد من هدول راح يعطيني ذا هايست فتنس. اذا هي عندنا البوبيليشن راح نعتبرها 6. اذا حتى اعمل جنريشن الان بدنا نستعمل الراندوم نمبرز ونعمل جنريشن لبوبيليشن. هاي